ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل. الله يسألنا لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن مني؟ مثلا من هينة تحريم الحلال كتحليل الحرام بل أشد، لأن تحليل الحرام مثلا فيه تسهيل لكن تحريم الحرام فيه تشديد، والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر. فالمسألة هذا وهذا كلاه، ولا تقول إن ما تصل وصل هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب.